احنا هنسيب البيت اللي احنا عايشين فيه وهنتنقل في مكان تاني، بس ده مش معناه ان احنا هنسيب بيتنا نهائيا، مش كده يا نانا؟ اه طبعا يا شريف. اه طبعا. لا سوري يعني يا بابا انا مش فاهمه. يا حبيبتي يعني احنا هنسيب البيت وفي ناس تانية هتيجي تقعد فيه، بس هيفضل البيت ملكنا برضو يعني. يعني احنا هنأجر بيتنا مفروش. طب وليه؟ احنا ليه نسيب البيت اصلا يا بابا؟ لان الحياة ساعات بتجبر الواحد انه يعمل حاجات هو مش عايزها. تفتكر الواحد ممكن يتضايق؟ ابدا. يزعل؟ ابدا. انما يحمد ربنا على النعم اللي هو مديهاله. زي كده الموجة العالية لما بتيجي تبقى اوه عاليه قوي قوي، وبعدين تنزل تبقى هاديه وكل حاجه تعدي، مش كده يا ندى؟ اه طبعا يا شريف. وبعدين يا ولاد يعني الموضوع بسيط، احنا هنرجع البيت تاني ان شاء الله. امتى بقى؟ بعد سنه. ولغايه ما السنه دي تعدي بقى لازم نبقى عايشين مبسوطين وفرحانين وسعداء وبنحمد ربنا على كل حاجه. حد يقول لي ليه؟ حد يقول لي ليه؟ ليه يا بابا؟ ليه؟ علشان احنا هنبقى عايشين مع بعض، ملمومين مع بعض، وربنا ما يفرقنا ابدا عن بعض. لما نبقى عايشين مع بعض كده اي مشكله ممكن تهون، مش كده يا ندى؟ اه طبعا يا شريف. طبعا طبعا. طب احنا دلوقتي هنتنقل نروح فين؟ لا احنا هنعيش في نفس الكومباوند برضو، في نفس الكومباوند، بس الفرق ان هي هتبقى شقه صغننه.